والمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا دكتورة منى، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين بخير. وحضرتك طيب وبخير يا رب. اسمح لي في البداية أسأل حضرتك، ما الذي يعني نشر روسيا لأسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، وهل ده بيعتبر تطور جديد في الصراع العالمي الذي نشهده هذه الفترة؟ طبعا هو تطور خطير ومقلق للغاية كما أشار الرئيس بايدن، وهي رسالة واضحة، رسالة تحذيرية من رئيس بوتين للإدارة الأمريكية والغرب من أنه هناك أسلحة نووية تكتيكية مقابل ما قامت به بريطانيا من تقديم اليورانيوم المخصب أو المنضب إلى أوكرانيا، على اعتبار أنها تعتبر هذه القنابل التي تم إمداد أوكرانيا بها هي أيضا قنابل نووية. وبالتالي في ظني وتقديري أن الأمور بدأت تأخذ منحى أكثر خطورة، في ظل أننا من الممكن جدا أن نشهد في لحظة قريبة وجود صدام كبير بين حلف الناتو وما بين روسيا، على اعتبار أن رقعة العمليات العسكرية بدأت تتسع بشكل كبير، لأن نقل أسلحة إلى بيلاروسيا من قبل روسيا هو رسالة من أنها تنتمي إلى الحلف الروسي وتنتمي إلى دولة الاتحاد الروسي، وبالتالي سيكون هناك رد فعل غربي على هذه الخطوة، خاصة أن الأمور في طريقها إلى التصعيد في ظل أن الصراع محتدم، ونجد أن هناك تسليح غربي ما زال مستمر للجانب الأوكراني، وما زالت روسيا تسعى إلى السيطرة بشكل كامل على الغرب الروسي، البعض على الغرب الأوكراني. البعض يعول يا دكتور حامد على فكرة يعني بعض التقاربات التي من الممكن أن تكون قد حدثت في الأشهر القليلة الماضية، بأنها قد تكون بداية لتهدئة الأمور، ولكن بالتصريحات الأخيرة يعني البعض يعتقد أنه ما زلنا نبعد كثيرا عن أي خطوط للتسوية. وبالحديث عن الأسلحة النووية التكتيكية، ما هي في اعتقادك نوعية هذه الأسلحة التي ربما تريد روسيا أن تنشرها في بيلاروسيا بحسب ما ذكر البيان؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال يا دكتورة منا، وهو ما يخص التهدئة في هذه الحرب، نجد أن المطروح على الساحة الدولية الآن والذي من الممكن جدا أن تلعب دولا رئيسيا في ترطيب وتبريد الأجواء والعمل على وقف العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وهي المبادرة الصينية، ولكن الغرب دائما عندما حتى طرحت الصين هذه المبادرة كان ينظر لها باعتبارها وسيط ينتمي إلى الجانب الروسي، وسيط غير نزيه، وأكدوا على ذلك مرارا وتكرارا في تصريحاتهم بأن الصين وسيط غير محايد ولا يمكن التعويل على المبادرة الصينية. ولكن هناك يعني نقلة نوعية ستتم في الفترة القادمة، خاصة مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين في 5 فبراير القادم، وليست هذه الزيارة هي زيارة لعلاقات ثنائية مع الجانب الصيني، ولكن هذه الزيارة ستكون في حضور رئيس المفوضية الأوروبية فون فاندر لاين، في إطار البحث عن حل وإعادة ترتيب العلاقات الصينية الأوروبية والبحث عن حل حقيقي للأزمة الروسية الأوكرانية. أما فيما يخص الأسلحة النووية التكتيكية، الصين روسيا دولة كبيرة وتمتلك الكثير، هي والصين من الرؤوس النووية التكتيكية التي تستهدف مناطق بمساحة معينة، وليست يعني قنابل نووية كبيرة الحجم تستهدف مدن بأكملها، ولكنها تستهدف نطاق محدد من الأرض حوالي 15 كيلومتر أو 20 كيلومتر أو أكثر من ذلك، وبالتالي هذه ستمثل خطورة حقيقية، لأننا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية سيدفع في اتجاه استخدام الأسلحة النووية العادية. هل يكون بهذه الأراضي المستهدفة مدنيين يا دكتور حامد، ولا بيتم اختيار أراضي على مساحات محددة زي ما حضرتك ذكرت كده ولكن لا يوجد بها مدنيين؟ في ظني وتقديري أن عندما تقوم روسيا باستخدام هذه الأسلحة النووية فستكون بإنشاء مناطق عازلة لا يعيش فيها البشر أو الزراعات،
وستكون هذه المناطق العازلة هي الفاصلة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، وبالتالي سيتم استخدام هذه الأسلحة في نطاق شرق أوكرانيا وفي مناطق تم إخلاء منها البشر والسكان لكي لا يكون هناك تأثير. ولكن إن عاد البشر أو من مر بهذه المنطقة ستتسبب هذه القنابل النووية التكتيكية إلى أمراض خطيرة كالسرطان وغيره، وستؤدي إلى موت كل الزراعات في هذه المنطقة. نأمل السلام، أن يحل السلام في العالم كله. دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا لحضرتك يا فندم.